اعتقد طريقه اللعب مختلفه شويه. طريقه اللعب يمكن المنتخب المصري عنده شويه نوع من انواع التحفظ الدفاعي، بيعتمد على هجمات مرتده بشكل اكتر شويه من المنتخب المغربي. المنتخب المغربي يمكن بيلعب يمكن بطريقه مختلفه. في بدايات التصفيات لعب باربعه ورا، دلوقتي بيلعب بثلاثه في قلب الدفاع. المدرب الفرنسي عنده استراتيجية اللعب المفتوح لحد كبير، يعني هو بيلعب دايما على المكسب بشكل كبير، بيلعب على الأداء الهجومي بشكل مباشر، مع طبعا تأمينه على النواحي الدفاعية. وزي ما بقول لك، هو من أفضل المدربين على نعم. مستوى الأفريقي. طيب نروح